اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، وفقره زي ما قلت لكم فقره مهمه جدا عشان الاعلام الرياضي في التوقيت ده ليه دور محوري سواء في ارائه او في وجهات نظره في المرحله القادمه. عارف الايجابيات وعارف السلبيات وعارف الامور اللي احنا بنمر بيها في الكره المصريه حدثت على مراحل معينه، لكن ازاي بنعرف نتخطى هذه المراحل او ازاي نعرف نطلع صح من هذه المراحل. النهارده كانت في تصريحات مهمه سواء في مؤتمر الجزائر او السنغال او حتى في مؤتمر الاتحاد الافريقي والجمعيه العموميه والقرارات اللي صدرت النهارده. بتاكيد كل هذه التصريحات وكل هذه الاخبار كانت مسار حديث كل وسائل الاعلام حتى هذه اللحظه. لذلك انا برحب بضيفي الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الاستاذ علاء عزت، الناقد الرياضي بمجله الاهرام العربي. استاذ علاء مساء الخير، منورنا ومشرفنا. مساء الخير يا محمد، كل سنه طيب، وانا سعيد جدا ان انا مره ثانيه معاك. يعني انا اسعد يا استاذ. ربنا يخليك. حظك كويس النهارده، في احداث ساخنه وتفاصيل كتيره لدرجه ان الواحد مش قادر يستوعب الكم الاخبار اللي على مدار الساعه. على مدار الساعه كم اخبار غير عاديه. الواحد خايف ان كل شويه اخبار بتقع منه، كل ما تيجي اخبار جديده تقع منه اخبار قديمه. فلا اليوم جو صعب جدا. جدا بالظبط كده. طيب انا قبل ما اخش في هذه الاخبار، لان معايا تقرير صوتي عن مباراه الجزائر والسنغال، عايز اعرف الاول بدايه تعليقك على هذه المباراه وشايف مباراه الجزائر والسنغال ازاي. انا شايف ان دي مباراه وصلت 50% من الترشيحات. احنا قبل البطوله كان تقريبا كل الخبراء وكل المتابعين الجيدين للمنتخبات الافريقيه كله كان بيرى ان السنغال هيكون طرف مباراه نهائي، وده حصل. فدي 50% منها، ال 50 الثانيه كانت مفاجاه اللي هي وصول الجزائر للمباراه النهائيه. فبالتالي انا بقول ان يعني ده نجاح 50% من المتوقعات. وللأسف خابت توقعات كل 90% من الخبراء كلهم، يعني قليل منهم اللي كان متابع جيد قالك للسنغال، لكن كانوا بيحطوا السنغال مع مجموعة منتخبات، لكن ما كانش حد عارف يقول مين بالظبط. لكن هنقول إن السنغال كانت مرشحة ووصلت المباراة النهائية بالفعل، لكن المنتخب الثاني منتخب الجزائر كان مفاجأة طبعا وصوله للمباراة النهائية. طبعا دي كانت واحدة من أكبر وأهم المفاجآت في البطولة على الإطلاق. يعني مين المنتخب اللي كنت تتوقع عليه وجوده في المباراة النهائية؟ نيجيريا. نيجيريا طبعا كنت اتوقع بعد ما كسبت الكاميرون مباراتها مع الكاميرون دي، انا قلت ده منتخب نيجيريا الحقيقي، وقلت ان هو كشر انياب وان ده المنتخب اللي انا كنت منتظره. فكنت متوقع ان يكون نيجيريا وتكون موجوده في المباراه النهائيه. الكاميرون كنت الكاميرون كنت انا بطبيعتي بحب منتخب الكاميرون من صغري بحبه، ف قلت الكاميرون تكون موجوده. لكن طبعا كنت متوقع طبعا منتخب مصر كنت مستبعده تماما خالص، يعني كنتش يعني كان اقصى طموحي يوصل مربع ذهبي بس، لكن بالزبط. ما وصلش. يعني كان يعني امر مفروغ منه، لدرجه ان انا ما كنتش حتى بحاول ان انا اسجل او اقول انطباعات عن منتخب مصر قبل بدايه البطوله عشان لا اتهم بان انا بسطر احباط او ان انا ليا اهداف اخرى مقارب اخرى في ان انا ما اقولش منتخب مصر مرشح او اي حاجه من كده. لكن كنت بحتفظ برايي الشخصي، وما كانش مفاجاه بالنسبه لي. لكن كنت برضو كنت شويه ممكن اتوقع ان منتخب المغرب بعد اداؤه في كاس العالم يكون ليه دور مهم جدا في البطوله دي. قلت ان منتخب المغرب الاسهم بتاعته في التصاعد، كاس العالم عملوا خير ما يكون، كان رائع، منتخب رائع جدا في كاس العالم. فتوقعت ان هو هيعيش فتره ذهبيه جديده، فللاسف برضو خابت توقعات منتخب المغرب، وكان اول منتخب خرج من دور ال 16، ودي كانت برضو واحده من المفاجات الكبيره جدا. طيب قبل ما نكمل حديثنا في حلقه النهارده، لان الحلقه فيها تفاصيل كتير واخبار مهمه نتناقش فيها ونسمع رايك فيها يا استاذ علاء، نروح لتقرير صوتي بيتكلم على مباراه الجزائر والسنغال، كيف تاهل الفريقان الى المباراه النهائيه، كيف استعد جمال بلماضي واليو سي سي الى هذه المباراه الختاميه، والمدرب الوطني في السنغال وفي الجزائر بيقود منتخب بلادهما في ختام كاس الامم الافريقيه رقم 32. نروح لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الاستاذ علاء عزت بعد هذا التقرير. تتجه أنظار الوطن العربي والإفريقي في التاسعة مساء الغد صوب ملعب القاهرة الدولي لمشاهدة المباراة الختامية للبطولة الأبرز كأس الأمم الإفريقية التي ستجمع بين الجزائر والسنغال. المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الوطني جمال بلماضي يطمح وبقوة لتتويج بلاده ملكا على القارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه، والتي ستصطدم بطموحات وأحلام وأمنيات المنتخب السنغالي بقيادة مدربه الوطني اليو سي سي، والراغب في تحقيق أول ذهبيات بلاده بالكان في تاريخها.
يطمح رياض محرز في قيادة محارب الصحراء للتتويج باللقب وتأكيد تفوقه على نظيره ساديو ماني بعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي على حساب منافسه ليفربول الذي خسر اللقب آخر جولات البريمير ليج. في المقابل يسعى ماني لقيادة أسود تيرانغا لتحقيق اللقب الأول لهم والمنافسة بقوة بعد ذلك على لقب الأفضل على مستوى القارة الإفريقية. تعود المرة الوحيدة التي شارك فيها المنتخب السنغالي بالمباراة النهائية من 17 عاما وتحديدا عام 2002 بالبطولة التي استضافتها مالي وخسر اللقب لصالح الكاميرون بركلات الترجيح، بينما تعد هذه المرة هي الثالثة للمنتخب الجزائري الذي يخوض فيه نهائي الأمم الإفريقية حيث خاض مبارتين في الجولة الختامية من قبل، حقق اللقب في واحدة وحل وصيفا في الثانية. خاض محارب الصحراء النهائي الأول عندما لعبوا أمام نيجيريا في البطولة التي استضافتها الأخيرة عام 1980 وخسر الجزائريون بثلاثية من دون رد. وبعد مرور 10 أعوام من تلك الهزيمة عاد المنتخب الجزائري لخوض نهائي البطولة التي استضافتها الجزائر عام 1990. نجح محارب الصحراء في خطف اللقب الأول من نيجيريا بعد الفوز بهدف من دون رد. ليبقى السؤال، هل ستشهد أرض الفراعنة ملحمة كروية إفريقية جديدة يحكي عنها التاريخ؟ اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. وبعد هذا التقرير الصوتي عن مباراه الجزائر والسنغال هنتكلم عن هذه المباراه بتفاصيل اكتر، لكن بالتاكيد عندنا احداث مهمه جدا ومهم جدا اسمع فيها راي الاستاذ علاء عزت. استاذ علاء، تحب ابدا منين؟ مؤتمر الصحفي للجزائر والسنغال ولا الجمعيه العموميه وكلمه احمد على هامش افتتاح اعمال الكونجرس الافريقي ولا انتخابات المكتب التنفيذي؟ تحب نبدا منين؟ كله زي بعض، كل خطوط متشابكه، يعني تقريبا كلها متشابكه، كل خطوط متشابكه كلها. يعني لو بديت مؤتمر صحفي هتلاقي فيه كلام على الاتحاد الافريقي، لو دخلت الاتحاد الافريقي تلاقي كلام على الانتخابات، لو دخلت الانتخابات تلاقي، يعني هي دايره مغلقه، البطوله كلها دايره مغلقه. طبعا، وفي يعني اكتر من علامات استفهام، في علامات تعجب كتيره جدا في الاجتماع النهارده بتاع الكونجرس الكاف ده. النهارده كان في علامات تعجب كبيره جدا، وفي حاجات محتاجه توضيح، وفي كواليس كتيره جدا مش مفهومه. انا لحد دلوقتي يعني عايز اقول ان بالنسبه لي احمد شخصيه لحد دلوقتي شخصيه مبهمه، يعني بالنسبه لي يعني شخصي انا ازاي اكون قاعد على منصه وبكيل يعني بشيد بمصر بهذه الطريقه واتكلم على مصر وانقاذ البطوله وان ازاي مصر ليها دور. مش هتكلم على دور مصر ان هو نجحته يعني، لكن طبعا دي معروفه للكل، لكن انا ازاي أناقض نفسي وأنا في مكان معين وخلال وقت معين وقدام نفس الجمهور أناقض نفسي، إزاي أقعد أشيد بمصر الإشادة الفظيعة دي وإن مصر أنقذت اتحاد أفريقيا وإن مصر قدمت أعظم بطولة وإن لولا مصر مش عارف ما كانش إيه، ويتكلم عن النجاحات الكبيرة على الأقل على المستوى المالي. يعني بطولة كانت، قال لك بطولة الجابون كانت 67 مليون دولار، أرباح الكاف وصلت دلوقتي 83 مليون، يعني بتتكلم في 20 مليون، ده لسه الارباح بتاعت مباراه الغد ده بالزبط. يعني ممكن نعدي 90 مليون، يعني فالارباح ممكن مش هقول تضاعفت، لكن على الاقل خلص في زياده بتاع اكتر من 30% في ارباح الكاف. انت عملت تتكلم كل ده والبث التلفزيوني والاستادات كله، وتيجي بعد كده ان بقت صعوبات في موظف الكاف وبتاع، وبتفتح ملف مش وقته ومش توقيته، حتى ان الامر استفز انفانتينو يعني قال له انا جاي اتكلم في الكوره. بالظبط، يعني ازاي وبعد كده وايه المجال اللي اتفتح فيه المقر؟ وايه الصعوبات اللي عمل؟ وليه ما قالش الصعوبات دي قبل كده؟ ومن امتى سمعنا ان في صعوبات لمسؤول بيجي يزور مصر من مسؤول الاتحاد الافريقي؟ احنا مصر دي احتضنت 20 جمعيه عموميه للكاف. هات لي في مره ان في واحد تم منعه، هات لي في مره في تاشيره تصريحات، هات لي واحد طلع في بلده قال ان انا اتمنعت من دخول مصر، او السفاره المصريه ما سهلتليش مهمه دخول مصر، او اي حاجه. عمره ما سمعنا كده خالص. بنشوف كل دول بتيجي وبتيجي قبلها بفتره، والاقامه هما بيشيلوا بالاقامه بيشيلوا كل حاجه. حديث النهارده عن نقل المقر ده فيه علامه تعجب كبيره جدا. يعني اولا التوقيت مش مناسب يقول فيه كده،
كلامه متناقض جدا جدا جدا، وده بيفتح علامات استفهام كتير جدا لشخصيه الراجل نفسه، حتى بما فيها القرارات الكواليس اللي حصلت باقاله بعض الناس، تعيين بعض الناس. لا انا مش فاهم ايه يعني، انا شخصيته بالنسبه لي مبهمه وفي غموض كبير جدا في قرارات هذا الرجل. بعد كده قرارات كمان سريعه جدا متتابعه جدا، يعني ال- 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 الكاف ما عندوش حاجه استقرار من ساعه ما الراجل جه، التعيينات كتيره جدا والاقالات كتيره جدا، التعديلات حتى في لوائح البطوله اسرع بكتير جدا من الحقيقه. يعني نفاجئ ان هو يزود بطوله كاس الامم الافريقيه، وبعد كده يروح يزود بطوله الشباب، بطوله مش عارف السيدات، يعمل مش عارف بطوله دوري ابطال، نهائي دوري الابطال والكونفدراليه مباراه واحده، بعد كده تقليص عدد الاعضاء المكتب التنفيذي، وبعد كده يقول لك لا هنزود المستشارين. لا كل الكلام ده بسرعه قوي وبدون تمهيد وفي الجمعيه العموميه اصلا. يعني انا بسمع القرارات قبل الجمعيه العموميه ما بتكون موجوده. النهارده يا استاذ علاء في بدايه الجمعيه العموميه امام الكل قال انا بستاذن المكتب التنفيذي والجمعيه العموميه عشان ما طرحتش عليهم هذا الموضوع الامر. يعني طب ازاي ركبه عصام ولقيته اثنين مستشارين للرئيس الكونفدراليه؟ مش عارف انا مش عارف هل الراجل مرغوب دون ان يعلن عن اختصاصات خالص مجرد مستشارين بس. وخلي بالك الدائره دي هتوسع، خلي بالك الدائره المستشارين دي هتوسع جدا، هيجيب اختيار ايتو ودروبجا هيغضب بعض النجوم الكبار في افريقيا، وفي البعض هيطالب ان يكون موجود او هتوصل له رسائل ان في بعض النجوم الكبار هيغضبوا. فانا واثق ان خلال اسبوع واحد بس الدائره دي توسع، دائره المستشارين، وهتلاقي فيها هتلاقي من مصر وهتلاقي من تونس وهتلاقي من المغرب، على الاقل خلاص على الاقل خلاص يضمن ان في تواجد على الاقل جغرافي، على الاقل جغرافي يعني. هيعمل فريق معاه؟ نعم هيعمل 11 واحد طبعا هيعمل لازم هو. لكن انا شايف محمد ان القرارات اللي مش قرارات، تصرفات وتصريحات احمد بتقول ان في خطر حقيقي في الكاف، ان الكاف فعلا في حاجه مش كويسه بتدور داخل الكواليس، وان الراجل ده بيحاول بقدر الامكان ان هو يبرئ نفسه، بيبعد فساد، بيداري على فساد، الله اعلم. لكن المشهد العام كله ما بيبشرش بخير. وفكره كمان انه يركز على ان عدد العاملين والموظفين جوه الكاف 65% مصريين و35% افارقه، ما في الاخر المصريين دول افارقه. مش عارف بس يعني ان احنا عرب يعني مش عارف. لا يعني غريبه، مش فاهم ازاي حتى يبقى هو رئيس لهذه المؤسسه وهذه المنظومه ويتكلم بهذا الشكل على عدد المصريين وعدد الافارقه، وان السفارات والدبلوماسيه والتاشيرات والتواجد الاقامه الدايمه. طب ما هو المكان وحتى بدون يطرح حلول، يعني حتى ما قالش ان في حل. ايه الحل؟ يعني انت بتعرض شكوى ايه الشكوى؟ انا مش فاهم ايه الشكوى، يعني ايه هل العدد هو الشكوى؟ طب ما انت قلق في المصريين، عمال عددهم بيتقلص كتير جدا، وفي كل اللجان عدد المصريين بيقلوا، واحنا برضو ملتزمين الصمت ومش عايزين نفتح الملف ده احتراما لوجود الكاف في مصر وحرصنا على وجود الكاف في مصر. لكن الاعلام المصري ساكت، وساكت لاسباب كتيره جدا، مش مجرد بس ان مرتبطه بالرياضه، مرتبطه بحاجات تانية جدا. احنا عندنا دوله، عندنا دوله مؤسسات، فبنحافظ على كل مؤسسات الدوله. مش شرط ان احنا بسهوله جدا 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 الاعلام المصري بكره الصبح يفتح ملفات الكاف، ولو فتحنا ملفات الكاف طيب. مش رد المهندس انا بريده تعليق عليه ايه؟ لانه بدا كلامه وقال الخطاب اللي مكتوب معلش مثلا تصريحات احمد لا ده قال له الخطاب اللي مكتوب لك واضح ان انت يعني بتقول موضوعات لازم تبقى الاول عارف خلفياتها ايه، ولازم انك تعرف ان انت في بلد فيها مؤسسات وليها قوانين وليها تشريعات، وعشان حتى الامور دي تتحل بتمر عبر طرق شرعيه او طرق معروفه عشان تقدر توصل للنتيجه اللي انت عايزها اذا كنت طلبت اصلا ده قبل كده. هو انتقاد مش رد. انا بعتبر ان هاني بريده انتقده على تصريحه ده بس بادب. يعني انتقده بادب وقال له انت بتتكلم في حاجه انت ما تعرفش كواليسها، واضح انك انت ما تعرفش خريطة العمل ماشية ازاي، ما تعرفش الكيان ده الاتحاد الافريقي ده معمول ازاي، مصر عاملة فيه ايه، دور المؤسسات المصرية فيه ايه. واضح بس يعني اولا لهجة المهندس هاني بريده كان فيها شيء من الغضب، بس الغضب اللي هو المكتوم شوية. انا سألته بعد الجمعية العمومية لكن مهندس تعليقك على قال انا رديت لان كان واضح انه كان نبرة صوته كان فيها غضب، بس طبعا المناخ العام ما كانش يسمح ان نبرة الصوت تعلى اكتر من كده. وجود الرئيس الاتحاد الدولي، وجود مؤسسات عالمية كبيرة جدا، وسائل اعلام عالميه كبيره جدا، الحدث عندنا في مصر. اعتقد لو كان هذا الاجتماع
في دولة أخرى أعتقد كان الموضوع اختلف. كان الموضوع اختلف وليت طبعا. وليت المباراة النهائية. وليت المباراة النهائية طبعا. هي الرسالة اللي أنت عايز توصلها. أنا مش عارف، أنا عشان كده بقول لك تصريحات هذا الرجل غريبة، يعني تصريحاته غريبة وقراراته أغرب. يعني الراجل ده واضح إن هو مش فاهم النظام كويس، واضح طبعا، وده عيب إن الواحد يجي يكون خارج المؤسسة نفسها. يعني لما تكون واحد عامل في منظومة الكاف لفترة طويلة جدا هيعرف يعني إيه العمل داخل منظومة الكاف، لكن لأن هو جاي من بره فأكيد واضح إن في حاجات كتير جدا غايبة عنه. رد إنفانتينو، أنا بصراحة بعد كل التفاصيل دي وكل الكلام اللي سمعته الصبح وكنت موجود في الجمعية العمومية الصبح، أنا لفت انتباهي الكلمتين اللي قالهم إنفانتينو. قال لهم يا جماعة أنا مش جاي أتكلم في مشاكل، وجاي أتكلم في مشروعات. راجل جاي احتفالية. جاي أتكلم في مشاريع. أنا جاي أتكلم في كورة. كلموني في كورة. خاصة كمان إن هو إن هو لسه جاي من الجمعية العمومية بتاعت أمريكا اللاتينية اللي كانت على هامش كوبا أمريكا. كان في جمعية عمومية وكان الكلام فيها مختلف خالص عن الكلام طبعاً. دكم كانوا بيتكلموا في الاستثمار، كانوا بيتكلموا في الاستثمار إزاي يزودوا عدد المنتخبات المشاركة بدراسة فنية للبطولة كونكاكاف، إزاي ما يدعوش منتخبات تانية ضيوف شرف، يجوا ضيوف شرف زي اليابان وقطر، إزاي يزودوا عدد المنتخبات، إزاي يعملوا رعاية أعلى من كده البث التلفزيوني. كان شيء متعلق بكرة القدم. لكن النهاردة هو الراجل نفسه فوق النهاردة بكلامه، وأعتقد رده جملة قصيرة جدا بس كانت رسالة كبيرة جدا لأحمد أحمد، إنك أنت أخطأت الحديث في هذا التوقيت. طيب، تم تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة جوه الاتحاد الإفريقي. يعني كلامه اللي قاله في تصريحاته أو في كلمته أمام الكونجرس الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي تم تنفيذه بشكل رسمي بعد انتهاء أعمال الجمعية، وتم تشكيل لجنة بالفعل لإعادة الهيكلة والحوكمة داخل مقر الكاف برئاسة شخصية كاميرونية وعضو نسائي سيتم اختياره خلال الساعات القادمة وغالبا هيكون من تونس. تشكيل هذه اللجنة هتكون بالفعل لتنفيذ ما قاله أحمد في تصريحاته؟ لا 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 لا، اللجنة دي هتكون تيسير اعمال منها اكتر من واضح 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 ان ان ان, إن احمد خايف من 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 شيء ما. واضح ان هو حاسس ان في مراقبه شديده جدا جدا عليه، مراقبه اعلاميه ومراقبه قضائيه. واضح ان عارف ان هو تحت الاعين. واضح ان قضايا الفساد هو اتحط فيها، موجود فيها في دائره الفساد. واضح ان هو ان التقارير الاعلاميه ازعجته جدا جدا، وخاصه تقرير بي بي سي اللي كان من يومين بالظبط، ده ازعجه جدا. فهو بيحاول ان هو على قدر امكانه في اسرع وقت ممكن يحاول انقاذ ممكن انقاذه من الهيكله، ان هو يبعد بعض الناس ويقرب بعض الناس، يحاول ان هو يعمل شكل ما. وهو كمان كان النهارده كان حريص جدا جدا ان هو ياخد دعم، وبس فشل فيه ان هو ياخد دعم من إنفانتينو على الهواء مباشره، ان الاتحاد الدولي معاك او الاتحاد الدولي هيساندك في اي قضيه تكون فيها، لكن ما حصلش. فانا بقول لحضرتك كل اللي بيحصل ده، كل الهيكله بتحصل دي وكل التعيينات والتغييرات اللي عم تحصل دي، وفاطمه ساموراي يتعظم ضمها بشكل كبير جدا في الكاف، يعني سكرتير الكاف ده منصب مهم، عظم دورها بهذا الشكل. اعتقد ان ده بيؤكد لي احساسي انا ان احمد خايف انه يتورط بحكم منصبه في قضايا، فبيحاول ان هو ينجو من المركب من خلال عارف اللي هو تفريق الدماء. يعني هو عايز يخلي القماشه اوسع من كده، وفي نفس الوقت عمال يبعد بعض الناس. يعني شفنا النهارده بيبعد رئيس الاتحاد النيجيري اللي كان نائب الاول، بعد كمان طارق البشماوي وطارق البشماوي. وطبعا ما انا بقول لحضرتك في كتير جدا حاجات علامه استفهام وعلامه تعجب. يعني طارق البشماوي الراجل القوي جدا جدا في الكاف يتم الاستغناء عنه او استبعاده بهذه الطريقه، رئاسه لجنه الانديه وبعد كده كمان حتى يستبعد رئيس الاتحاد النيجيري على خلفيه تهمه فساد بيواجهها في بلاده، رغم انه ما اتحكمش عليه، وده امر برضه المفترض يكون يحتفظ بيها حتى صدور قرار، لانه استبعده كنائب اول وكمان كرئيس للجنه مسابقات كاس الامم بالظبط. واحمد يعني احمد هو اللي تولى مسؤوليه هذه البطوله. فانا بقول لحضرتك يعني عشان كده بقول لك راجل خايف، لان رئيس الاتحاد النيجيري متورط في بلاده في قضيه اللي هي 8.5 مليون دولار اللي هي كانت منحه الفيفا مكافاه كاس العالم. فمجرد ما الراجل ده رئيس الاتحاد النيجيري اسمه كده، على طول بادر احمد باستبعاده، لانه انا ده بيؤكد لك ان خوف احمد احمد انه يتورط في قضيه فساد. كان المفترض عليه انه ينتظر حتى صدور حكم قضائي، وقتها كان ياخذ هذا القرار، لكن
الاستعجال بإقالة هذا الرجل ده بيؤكد ان احمد خايف من حاجات كتيره جدا. طيب على هامش كل هذه التفاصيل، النهارده كان في انتخابات مكتب تنفيذي في اكتر من مقعد في القاره الافريقيه. في الشمال كان في انتخابات على مقعد واحد في شمال افريقيا. كان بين عبد الحكيم الشلماني الحكم الدولي الليبي الاسبق، وكان قدامه البهلول عمار شخصيه جزائريه رياضيه. لم يصادف التوفيق او يحالف التوفيق في الانتخابات، وفاز الشلماني ب 29 صوت. وكان معانا في مداخله الشلماني اسم كبير واسم محبوب وحكم كبير حكم كبير جدا، وجيه هنا في مصر حكم ماتشات كتير جدا للاهلي والمنتخب، وكان وجوده مهم لان ليبيا لازم ترجع. واعتقد ان فوزه ده هتبقى شيء انا سعدت بيه شخصيا، يعني ان عبد الحكيم الشلماني كشخص كحكم دولي انا بحبه حقيقي. والكره في ليبيا محتاجه هذا الشخص، محتاجه شخص يعني يكون موجود. محتاجه بشكل كبير. لان كمان ليبيا عندها مشكله في نفس مشكله مصر بالزبط. بس مشكله اكبر، لان هو الدوري عندهم ما استكملش وعندهم مشكله في ارسال اسماء الانديه اللي هتلعب في بطوله افريقيا الجايه بالزبط. وتصنيف ليبيا بعد ما كان في اول 12 تراجع. فلو هيبعت نفس الاسماء، انا شايف ان وجود عبد الحكيم الشلماني عشان كده انا مبسوط، لان كان انا كنت بتمنى يكون واحد من ليبيا يكون موجود في ظروف زي دي علشان يقدر ينقذ الكره الليبيه من ازمات كتير جدا. دي ازمه كبيره جدا هنتكلم فيها، لكن في ازمات كتير جدا هتحصل ليبيا في التصفيات. في كمان ان منتخب ليبيا ما بيلعبش على ارضه، دي نقطه مهمه جدا. بيلعب في تونس او في مصر. فدي اعتقد ان وجود الشلماني هيكون مكسب كبير جدا للكره الليبيه. طيب حاجه كمان مهمه، يمكن شفنا اول امس او امبارح بالليل كانت قرعه كاس امم اسيا القادمه، وهيبقى من خلالها ايضا نظام تصفيات كاس العالم 2022. شايف الكره في اسيا اتطورت ازاي بالمقارنه بافريقيا يا استاذ علاء؟ لان كمان الاتحاد الاسيوي رايح في سكه مختلفه تماما. تمام. وهو انا مش عايز اقارن افريقيا باوروبا. طبعا انا بقارن افريقيا يعني الاقرب ليها الكره في اسيا. لكن الاتحاد الاسيوي عامل دوري محترفين في هيكله معروفه ورخص مدربين وفي رخص مدربين طبعا معتمده، يعني حتى رخص المدربين المعتمده صارم في اسيا بيشتغل في اوروبا. تعليقك على الجزئيه دي. لكن تتخيل يا استاذ محمد عدد المدربين المصريين اللي بيسافروا يتعاقدوا مع انديه وبيرجعوا في السر لعدم حصولهم على دورات تدريبيه، تخيل. واسماء، يعني انا اعرف مدربين مصريين كبار بيدربوا في الدوري الممتاز المصري، بيجوا لهم عروض لانديه كبيره في منطقه الخليج، ومجرد ما بيسافروا في هدوء، ويكون على ان يعلنوا من خلال وجودهم في هذه الدوريات يعلنوا تعاقدهم معهم، فجاه بيرجعوا. ولما بنعرف هم رجعوا ليه، ما عندهمش الرخصه. وصرامه الاتحاد الاسيوي في تطبيق الرخص التدريبيه دي شيء يحسب ليهم. هم فعلا جادين جدا وصارمين جدا في تنفيذ اللوائح. الرخص هناك اقوى من رخص الاتحاد الافريقي. طبعا يعني رخصه طبعاً في اسيا بتعتمد في اوروبا. طبعا انت بتتكلم في ايه؟ يعني الرخصه ايه عندنا احنا؟ بتتعامل المعاملة سي اي سي هناك، بتتعامل درجة ثالثة. يعني تخيل رخصة القيادة الأولى عندنا بتتعامل هناك رخصة درجة ثالثة. طبعا دي صرامة كبيرة جدا. لكن حكاية الدمج للتصفيات دي، ده شيء أنا شايفه أن هو كويس بسبب التوزيع الجغرافي والمساحة القارة آسيا. يعني أنا شايف أن ده شيء مهم جدا، ودي على فكره دي مش اول مره تتعامل في اسيا. هم بيقولوا ده اول مره، لكن قبل كده مره اتعملت في ظروف استثنائيه بعد حرب الخليج. كان وقتها المنتخبات الخليج توقفت عن اللعب فتره طويله جدا، فالاتحاد الاسيوي شاف ان كان في صعوبه جدا، وساعتها عمل فكره غرب اسيا وشرق اسيا في التصفيات لو فاكر، وفي جنوب اسيا. لكن وقتها كان في ظروف، لكن انا شايف ان ده شيء مهم جدا وفي صالح الكره في التوقفات والاجنده الدوليه اللي هم هناك بيعانوا كتير جدا، وخاصه ان انت عارف ان مثلا زي روسيا موجوده في اسيا واوروبا، ودي عامله شويه استراليا نفس الامر، بتبقى دورياتها مختلفه عن دوريات. لكن هم احسنوا، لان هم عندهم لجنه احتراف كبيره جدا، وبتضم 52 عضو، وبعد كده كل 50 عضو ما بيجتمعوش مع بعض، بيجتمعوا مناطق، وبيروحوا اثنين مندوبين من كل منطقه بيروحوا يحضروا التوزيع الجغرافي، وبيروح كل منهم يعرض الاجنده بتاعته، فبالتالي ما بنشوفش تضارب في مواعيد. يعني عمرنا ما شفنا ازمه ابدا، ازمه في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم، ولا بطوله كاس اسيا، ولا حتى بطوله الخليج نفسها لما بتتلعب بيكون ليها مكان في جدول الاتحاد الاسيوي. عكس احنا مثلا احنا ممكن نعلن عن بطوله شمال افريقيا، لكن عمرها ما تقام، لان احنا بنعملها اعتباطا. لكن هم هناك بيعملوا كاس خليج بيكونوا من خلال مخاطبه الاتحاد الاسيوي، والاتحاد الاسيوي بيفضلها الاجنده بتاعتها، عشان كده بطولات كاس اسيا بتقام بنجاح وبشكل كبير جدا. هو بس الفكره في ايه؟ وانا بتكلم مع الاستاذ علاء عزت، الشيء بالشيء يذكر. يعني احنا بنتكلم على الكره في افريقيا والاتحاد الافريقي، وفي نفس الوقت وفي نفس التزامن ما بيننا وبين اسيا،
هناك بتعمل قرعه تصفيات كاس اسيا للامم خلال الفتره القادمه مع تصفيات كاس العالم مع وجود لجنه للمحترفين، لجنه ترخيص للانديه، لجنه ترخيص للمدربين. ده شيء بشيء يذكر. بس فقرنا الكره في اسيا هناك ولينا صحفيين موجودين في اسيا بيحضروا بطولات دوليه وعارفين طبعاً الاحداث هناك، فهي طبعاً. بس المساله نقارن بس الاحداث هناك اكيد بهنا. اكيد طبعا ده مهم جدا نقارن. انا بقول لحضرتك بس يعني ازاي انت الاتحاد الاسيوي بيقدر يوفر مواعيد لكل بطولاته بما لا تتعرض حتى مع البطولات الدوري المحلي هناك. يعني ما شفناش ابدا الاتحاد السعودي بيطلع يعلن انه رفض المشاركه في بطوله دوري ابطال اسيا عشان خاطر التعارض مع مواعيد الدوري، ولا حتى التصفيات بتاعتهم، لان هم عندهم رزمانه وعندهم مواعيد ثابته. وعشان كده انا ضربت لك مثل ببطوله احنا عارفينها كويس جدا زي بطوله كاس الخليج. لكن طبعا على 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 بذكر بطوله كاس الخليج، في اكتر من 7 بطولات في اسيا اللي هي بطولات اقليميه بتقام دون التعارض مع الاجنده الاتحاد الاسيوي. طيب اخر حاجه بقى في هذا الملف، وكفايه كده حديث على احمد لان ليه زور يكفي ما... نعم ليه زور يكفي ما قاله النهارده صباحا. طيب مصر وقعت في المجموعه 7 مع كينيا وتوجو وجزر القمر في التصفيات القادمه لكان 2021. مش عايز اتكلم على مستوى المجموعه، يعني ايه رايك؟ دي نزهه المنتخب المصري، ومن حسن حظ المدير الفني الجاي ومنتخبين هيصعدوا من كل مجموعه. لا يعني بجد من حسن حظ اي مدير فني جاي جديد لمنتخب مصر، من حسن حظه ان كل التصفيات بشكل دي. يعني اعتقد ان دي القرعه دي بسيطه زي دي هديه المدير الفني الجاي المصري. طبعا هديه، انه عنده فرصه عمره بقى، ولا نتكلم على محترفين ولا نتكلم على استدعاء محترفين، لا دي 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 تصفيات تكسبها انديه عندنا. يعني مع احترام للمنتخبات دي، لو في نادي مصري راح خاض نيابه عن منتخب مصر التصفيات دي هيكسبها من انديه القمه طبعا. لكن انا شايف ان دي من حسن حظ اي مدير فني وهديه لاي مدير فني جاي لمصر. التصفيات دي كويسه جدا، تبقى فرصه كبيره جدا ليه ان هو يخوض تصفيات بهدوء، وتصفيات سهله جدا نزهه بالنسبه له، وفرصه ليه ان هو يعمل قوام منتخب جديد ويستفيد من الاخطاء الماضيه. اول جوله هتبقى في شهر نوفمبر، يعني بعد حوالي 4 شهور. تمام، توقيت مناسب ولا جداً. لسه ممكن تاخد وقت على تجيب مدير فني من دلوقتي لحد نوفمبر؟ يعني 5 شهور، 4 شهور. وقت مناسب جدا طبعا، وقت مناسب جدا حتى لو مدير فني اجنبي. ما تقول ليش 4 شهور يبقى لازم مدرب وطني. انا لا خالص مدرب اجنبي. انا بقول لحضرتك دي نزهه. يعني دي لو معاه مدرب مساعد مصري خلاص بالنسبه له هيوضح له كل شيء. يعني ده حتى لو جيت اتفرج على المدير الفني الاجنبي ده، لو جيت اتفرج على تصفياته والمساعد بتاعه مدرب مصري هيقود التصفيات، هننجح طبعا وناخد مركز اول بسهوله جدا طبعا، ونكسب بره وجوه المفترض يعني. لكن انا اعتقد ان فرصه، هاكد مره ثانيه، ان دي هديه لاي مدير فني يمسكه سواء كان اجنبي او مصري. ما تقوليش على 4 اشهر دي يعني تجبرني على التعاقد مع مدرب وطني، او انها مش هتكون في صالح المدرب الاجنبي. بالعكس، 4 اشهر شبه فتره كافيه جدا. طيب نروح بقى للمؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده صباحا الساعه 12 الظهر ما بين الجزائر والسنغال. بدا الاول اليو سي سي الساعه 12، بعديها حوالي الساعه 1 الا ربع بدا المؤتمر الصحفي لجمال بالماضي. ايه ابرز حاجه لفتت انتباهك في تصريحات جمال بالماضي؟ لان تصريحات اليو سي سي كانت تصريحات تقليديه بخصوص المباراه. اكيد، هو يمكن طبعا الكل توقف عند تصريح جمال بالماضي الخاص بالجماهير المصريه ومساند الجماهير المصريه، لكن وطبعا ده اللي كان شاغل الراي العام كله. يعني تقريبا يمكن حتى شغلته هو نفسه وشغلت الصحافه الجزائريه، يمكن هو كمان طلع بعديها عمل توضيح. ده معناه ان ان ان, إن حس برد فعل لتصريحه، وان ازاي اغضب فئه كبيره جدا من المصريين، وخاصه ان المواقع التواصل الاجتماعي اللي استغلت هذا التصريح، والبعض اوله لاشياء اخرى، والبعض حوله لقضيه سياسيه، والبعض ابتدى يشوف فيديوهات قديمه بتظهر ويشوف تصريحات قديمه بتظهر. طبعا السوشيال ميديا قلبت الدنيا طبعا، وفي البعض استغل طبعا بامتياز استغل تصريحاته دي لجرح لفتح جراح الماضي. انا عايز اقول لك اللي حصل بالظبط. انا كنت موجود في المؤتمر الصحفي. اولا يا استاذ علاء، السؤال لما اتسال لجمال بالماضي كل الحاضرين اندهشوا من طبيعه السؤال. طبعا دي طبعاً. البدايه، لان الاسئله كلها كانت رايحه في اطار فني. طبعا سؤال كده ظهر فجاه من شخص اولا مش جزائري ومش افريقي، يعني ملامحه تقدر تقول من بره القاره الافريقيه. تمام. فسؤاله اولا بيسال جمال بالماضي، بيقول له الجماهير المصريه هل ستسعد بحضورها في المباراه النهائيه ومساندتها للجزائر في المباراه النهائيه؟ فراح رد عليه جمال بالماضي قال له اجابه السؤال ده مش عندي. طبعا السؤال ده عند الجماهير المصريه، يعني انت بتقول هل الجماهير المصريه تسعد وماله هو؟ قال له الاجابه عند الجماهير المصريه. اكيد قال له طب هل انت تخشى من انقسام بين الجماهير
بعد ما ان كانت في جماهير مثلا كانت هيصت او فرحت بهدف مثلا منتخب نيجيريا، نيجيريا مظبوط، قال له المصريين لو هيشجعونا اهلا وسهلا، لو مش هيشجعونا عندنا جمهورنا هيكون موجود وهيشجعنا. مظبوط، تصريح منطقي جدا جدا، وتصريح مش اكتر ولا اقل جدا، بس هو للتاويل، هو يعني لولا 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 ان الرجل شعر بخطوره او بتاويل تصريحاته واستغلال البعض لتصريحاته، ما كانش يطلع ده توضيح. ده انا شايف ده، انا لو حد سالني هقول والله اللي عايز يشجعني يشجعني، مش عايز يشجعني هو حر. ده رد اي انسان طبيعي. لو انا، لو حضرتك سالتني، انا مش جبان بالماضي، لو حضرتك لو انا في الجزائر واحد بيقول لي المنتخب الجمهور الجزائري يشجعني، اقول والله لو شجعنا خير وبركه، ما شجعناش هو حر، انا مش اجبار يعني. ده الرد الطبيعي، لكن تاويل او استغلال هذا الامر هو ده اللي دفع جمال بالماضي ان هو يعمل توضيح. ده اللي خلى الصحف الجزائريه كلها، وخاصه المواقع طبعا الالكترونيه للصحف الكبيره كلها، تطلع بسرعه تعمل توضيح لتصريحات جمال بالماضي، وتعمل تكشف بعض المواقع اللي مش كويسه او المواقع اللي استغلت التصريحات دي او بشكل كبير جدا. لكن في الامر انا شايف ان هو تصريح، اولا السؤال ما كانش في محله، انا شايف ان السؤال، هو السؤال نفسه لفت انتباه سؤال خبيث، سؤال خبيث طبعا، سؤال خبيث طبعا. وكنا متوقع ان جمال بالماضي، احنا يعني كنا نتوقع ان هو بان هو دايما بيرد ردود دبلوماسيه طبعا وبيعرف يرد كويس وبيعرف يتعامل مع الصحافه طبعًا. لكن في الجزئيه دي انا حسيت ان هو اتفاجئ بالسؤال. ما لما يكون سؤال خبيث يا استاذ محمد انت ومش متوقعه، لما يكون سؤال خبيث ومتوقعه ممكن تفلت منك كلمه وانت بتجاوب يعني. ودي بقى في كل المدربين وكل المسؤولين كمان، مش كل المدربين بس. فبالتالي هو عشان كده وضح، لان هو حس ان هو تصريحه او 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 تصريحه ما كانش كافي لتوضيح فكره او وجهه نظره. هو بيتكلم وجهه نظره الشخصيه كمان، ان هو كمدرب عادي جدا، كمان ان الرئيس الجزائري الموجود في مصر، فطبعا حضر النهارده وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا ده حاجه كبيره جدا. الرئيس الجزائري المؤقت يجي يحضر مباراه نهائي، ده مهم جدا. احنا كمان الحاله اللي احنا عايشينها، الفيديوهات اللي بنشوفها السوشيال ميديا للشعب الجزائري بيتكلم عن مصر ازاي وشعب مصر بيتكلم عن ازاي، ده واضح ان هو اغضب البعض يعني. وهي انا يعني احساسي، لا في حد النهارده كان حريص ان يعمل فتنه، اكيد اكيد حد طبعا، كان حريص طبعًا ان يعمل مشكله طبعا طبعا. ان كمان طبعًا جمال بالماضي لما اتسال على جمهور الجزائر بكره في المباراه، بس عشان رد جمال بالماضي كان كويس جدا وكان ايجابي، ده ما اتاخدش ما انتشرش وما نشرش كويس. لما اتسال على الجمهور الجزائري وايه المفروض بكره الجمهور الجزائري يعمله في المباراه، جمال بالماضي رد باجابه مقتضبه وكانت صريحه، قال انا بطلب من الجمهور الجزائري يحترم طبعا تواجده في الدولة طبعًا المصرية طبعًا، ويتعامل مع الأمن باحترام. كان كلام رياض محرز عن 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 جماهير المصرية ودورها في تأهل منتخب الجزائر، ولا حد اتكلم عنه خالص. الكلام الإيجابي ما بيطلعش. لا طبعًا ما حدش بيبرزه. يعني لما يقول النهارده جمال بالماضي كل وسائل الإعلام، في وجود طبعًا وسائل إعلام فرنسية طبعًا وكل وكالات الأنباء موجود، قال لهم أنا بطالب الجماهير الجزائرية باحترام الدولة المصرية واحترام الأمن، احترام طبعًا الأمن في مباراة. ده ممكن يغضب الجماهير في الجزائر. التصريح زي ده ممكن يغضب. بس هو في نفس الوقت بيحترم. هي دي مناجدة. لكن ال 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 ان هو تطلع اكتر من مره مناجده من المسؤولين في الجزائر للجماهير، دي كان في عقوبه اللي كان في عقوبه ولم تفعل لكن انا بقول لحضرتك يعني في البعض تصيد، والسؤال كان خبيث ومقصود، ولكن فكره ان مثلا تصريح قبليها امبارح رياض محرز لما قالوا لصحافه اوروبيه عن مصر ودور جمهور مصر في تاهل منتخب الجزائر، ما اتخدش بشكل اللي شفناه يعني. انا شفت تصريح جمال بالماضي، انا خضيت، فكرت جمال بالماضي عمل كارثه في المؤتمر الصحفي، لولا انا تابعت التصريحات كلها وشفت فيديو ليها لقيت الامر بسيط جدا يعني. هو بيتعامل بذكاء مع كل التصريحات، والنهارده حتى الصحفيين السنغاليين كانوا بيحاولوا يستفزوه في عدد من الاسئله طبعًا. لدرجه حتى ان هو رد عليهم قال لهم انا بلعب مع اليو سي سي، واليو سي سي احنا اصدقاء من الطفوله طبعا، وكنا موجودين مع بعض في قريه في فرنسا ولعبنا قصاد بعض كتير. المره دي المواجهه مختلفه. ودايما اليو سي سي كان بيكسبني. لما كنا بنلعب قصاد بعض اليو سي سي اكبر مني بيوم. كده قال اليو سي سي اكبر مني انا بيوم. لكن في المباريات اللي بيننا كنت ده كان دايما هو بيكسبني، وبكره اعتقد ممكن هو يكسبني لان هو مصنف اول صاحب خط دفاع. فهو تعامله مع الصحافه السنغاليه كان في ذكاء يعني. كان بذكاء وكان رد دايما كان يعني. طيب في حارس مرمى مثلا جولدي اللي هو بيتمرن مع منتخب السنغال اللي هو شهاب شيبو، ده منتخب السنغال حصل له اصابه لحارس مرمى، حارس المرمى فجاب استعان بحارس بولدي، والولد بيتكلم وبيتصور مع لعيبه السنغال وبيشكر فيهم وكده. هل ممكن نعتبر ان مثلا شهاب مثلا ده
لو واحد انا مثلا رايح لسكه الجزائر والسنغال مش عارف ايه وبتاع وكده، مصر بتساعد السنغال مثلا مش ممكن يعني. يعني دي رياضه، دي رياضه وكره دم، والتصريحات لازم تكون، لازم ناخد التصريحات بحسن نيه، والتاويل الصعب للتصريحات دي. يعني انا ده انا والله النهارده لما شفت شهاب شيبو عامل صوره ليه مع لعيبه السنغال وبيتكلم عن ساديو ماني واحترام لعيبه وبيتكلم على لعيبه المنتخب السنغال وانضباطهم وبتاع وكده، كنت خايف ان هو الناس تاخده تهاجمه. هو بيشجع السنغال، هو بيشجع السنغال ضد الجزائر. طبعا لا، انا النهارده كنت حريص ان احضر المؤتمر، لان انا عارف مؤتمر زي ده وفي مرحله زي دي البطوله خلاص في ساعتها الاخيره، خلاص ومصر نظمت بطوله. يمكن طبعا انا عايز اقول لك على تصريح مهم جدا، ونظرا بس ان الانترو كان وقته ده يا استاذ علاء، لكن تصريح مهم جدا جدا جدا. فوز لكجع هو حاليا النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي، التقيت بيه النهارده صباح اليوم في فندق الاقامه اللي فيه كل اعضاء الاتحاد الافريقي. سالته على البطوله وسالته على مصر وسالته عن التنظيم، قال لي المغرب موجوده في بطوله بتنظمها مصر ما حضرتهاش في بطولات دوليه أكيد. نظمتها الفيفا في السنوات الاخيره مزبوط. بل بالعكس، مصر نظمت بطوله بالنسبه للمغاربه سواء في الاقامه او في التنقلات او ملعب التدريب. مصر نظمت بطوله بالنسبه للمغرب، المغرب ما لقتش نفس الاهتمام ده في روسيا. مظبوط قال لك ملعب تدريب مخصص ليا على مدار البطوله، على مدار البطوله كامل اختار طبعًا. انا التوقيت المناسب اللي اتمرن فيه بل بالعكس، لما قلت الملعب ده مش فيه يومين لازم يتعمل له صيانه عشان اروح اتمرن في ملعب ثاني، وفروا لي ملعب ثاني. مظبوط لما بحب اتحرك في اي وقت بتحرك، قاعد في فندق 7 ستارز طبعا. قال لك مصر طبعًا. عملت بطوله، انا باشفق، والله قال كده بالظبط، أيوة قال انا باشفق على الدول الثلاثه القادمه اللي هتنظم البطوله، والبطوله دي لا تقارن باخر 10 بطولات نظمتها القاره الافريقيه. طبعا خلاص يا محمد، احنا لسه هنقعد في ذكرياتنا الجابون واللي شفنا لما كان بيتقال على ملعب مباراه ان ده استابل، يعني تصريحات فوز لكجع على المغرب. طبعا يعني انت فاكر، يعني مش احنا كمان اللي قلنا لما كانت مصر بتلعب في الجابون كان الناس بيقول لك ان دي ارض استابل خيول، مش ملعب كره قدم، وشفنا الاقامه وشفنا البعثات في قبل البطوله بيومين، لما بعثت لا تذكر بعثت ايه اللي سابت الفندق ومشيت وقالوا هنعمل اعتصام بره الفندق لان الفندق ما فيهوش امكانيات، غير كمان الباصات اللي ما كانوا الباص يتعطل بيهم وينزلوا ياخدوا باص تاني وبعض الامور الصعبه جدا. لكن الحمد لله احنا نجحنا البطوله. طبعا انا مش عايز اتكلم كتير جدا عن نجاحنا البطوله، لان احنا مش عايز يكون كلامي بس يعني اصيب بيتها، يعني اصيب شهاده الجميع. يعني ما كلش شهاده مجروحه، لكن فعلا اللي عملته مصر ده انا واثق ان لا يمكن هيحصل تاني الا في حاله واحده بس، جنوب افريقيا تنظمها بعد 10 سنين او دوله عربيه زي المغرب وتونس والجزائر تنظمها بعد 20 سنه. اللي حصل ده صعب جدا ان اي دوله تقدر تعمله قبل ربع الجميع. ودي كانت يعني امانه النقل المعلومه لكل المشاهدين، تصريحات فوزي لكشع النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المغربي، بيشيد بتنظيم مصر للبطوله الافريقيه، بياكد على ان مصر نجحت في تنظيم بطوله افضل من كاس العالم في روسيا الاخيره اللي شاركت فيها المغرب، وقال ان المغرب اتوفر لها ملعب على مدار البطوله بالكامل تتدرب فيه في اي لحظه، ولو حتى فكروا ان الملعب يتعمل له صيانه يوم او اثنين، اللجنه المنظمه وفرت ملعب بديل والمغرب كانت موجوده وكانها موجوده في المغرب. احسن بطوله بشهاده فوزي لكجع على مدار اخر 10 سنين، واي بطوله افريقيه هتنظمها دوله افريقيه الفتره القادمه هتواجه صعوبه كبيره جدا عشان تصل للدرجه اللي نظمت بيها مصر. اكيد يعني انا التصريحات دي مش مستغربه بالنسبه لي، وقريت تصريحات كتير المسؤولين، لكن انا كنت اتمنى بس من الجمهور المصري يعني ان هو يتابع ما يكتب، او مش احنا بننقله، لا يعني يخش على مواقع الدول الثانيه الدول المشاركه هيعرفوا ازاي الاعلام العربي بيتكلم عنها، ازاي الاعلام الافريقي بيتكلم عنها بشكل كبير جدا. لكن للاسف انا شايف ان الاعلام المصري قصر في حق نقل ما كتب عن نجاح البطوله في العالم. انا شايف ان الاعلام المصري فعلا قصر بشكل كبير. هل من وجهه نظرك الاعلام المصري قصر نتيجه خروج المنتخب؟ طبعا خروج المنتخب طبعا عمل احباط، مش للشارع بس، عمل احباط كمان للاعلام كمان نفسه، ان انت واحد مهيئ نفسك انك انت عندك ماراثون كبير جدا جدا، فجاه بعد دقيقتين من بدايه او ربع المشوار لقيت نفسك بره. طبعا ده بيعمل احباط كبير جدا، بيعمل احباط للكل، انك انت عندك الكثير هتعمله اثناء البطوله، عندك خريطه عمل. يعني احنا انا عن نفسي اجتمعنا كقسم وبنعمل خريطه عمل كبيره جدا لمده شهر، وفجاه وبنخصص صفحات ضخمه وصفحات كبيره جدا، فجاه على صفحات عمال تقلص خلاص اللي جالنا، يمكن العدد الجاي يبقى عدد طبيعي جدا بالنسبه لنا،
مش هو ده العدد اللي احنا كنا بقى متخيلين بقى ان في عدد احتفال، لا ومجهزين وبنتكلم ان احنا يوم الجمعه 19 هنطلع يوم السبت، يبقى لازم في عدد احتفال كبير جدا عن فوز منتخب مصر بالبطوله او حتى الدور قبل النهائي او اي حاجه. لكن احنا ضربنا في مقتل يعني، الاعلام خروج المنتخب ده ضرب البطوله في مقتل بجد يعني، اعلاميا وجماهيريا وكل حاجه طبعا، وتسويقيا كمان يعني. شفنا حتى الاعلانات طبعا، انا كنت عارف ان في شركات كتير جدا كانت منظمه مجموعه حملات تتم يعني تزداد جرعاتها تصاعديا مع تاهل منتخب مصر لمراحل معينه، لكن للاسف كل ده. طيب من المرحله القادمه يا استاذ علاء، مدرب وطني ولا مدرب اجنبي؟ نفس الدائره اللي بنلف بيها كل مره، ولا المفروض الاول نشوف الشخص اللي يكون عنده خبره ودرايه ولديه معايير لاختيار المدير الفني الاول نختاره، وبعد كده هو اللي يتعاقد ويجيب المدير الفني؟ مين اللي يختار؟ مسؤول مين اللي يختار؟ الشخص اللي هيكون قادر على اختيار المدير الفني. ما ايوه مين هو الشخص؟ ما احنا ما ادناش حد دلوقتي الشخص، مين المسؤول؟ هو لازم يكون مسؤول رسمي؟ لازم يكون هو رئيس الاتحاد؟ طبعا. امال مين اللي بيحاسب؟ يعني الاتحاد الكره ده ليه قدم استقالته؟ عشان فشل، عشان فشل مع المنتخب، ومن اسباب فشله اختيار مدير فني، فبالتالي عوقب على فشله في اختيار مدير فني. لكن اللي جبت شخص دلوقتي اي شخص عادي، ما اصل مش ممكن شخص عادي يعني، ايه شخص عادي؟ الوزير الشباب والرياضه ليس منوطا بهذا الامر. طب ما هو مش منوط بهذا الامر، مين يعمله؟ لجنه حكمه؟ مش المدير التنفيذي. لا طبعا المدير التنفيذي، لا طبعا. ايه مدير التنفيذي؟ انا هجيب موظف يعني هتاجل اختيار المدير الفني لبعد الانتخابات اذا كانت في انتخابات؟ طب ايه الوسيله اللي ممكن نختار بيها مدير فني؟ انا بسالك. انا ما اعرفش لحد دلوقتي. انا وبعد كده كل ما اكلم حد يقول لا استنى شويه استنى شويه استنى شويه، او اطمئن يعني. كلمه اطمئن دي بتضايقني جدا والله. لكن انا شايف ان مدرب وطني المعايير. بص يا محمد، احنا للاسف احنا بنعمل يعني بنجيب كوره وبنجيب كوره ثانيه، كوره سخنه وكوره بارده. نجرب الاجنبي مره فشل، نروح جايبين المصري. نجيب المصري فشل، نروح داخلين الاجنبي. يبقى دلوقتي المفروض حسب النظام ده يبقى هيجي مدرب وطني. الدور على مين؟ المدرب الوطني دلوقتي خلاص. مدرب وطني. لان احنا جبنا اثنين اجانب، احنا كسرنا الدور اللي فات بعد كاس العالم وكسرناه وجبنا واحد اجنبي مكان واحد اجنبي. لكن انا شايف في المعايير هي لازم في معايير، ولازم في كروس الشروط للمدير الفني لمنتخب مصر. هل المعايير بان هو نجح في بطولات قبل كده، ولا معايير ان هو مدرب يقدر يكون جيل قوي؟ لا، ما دي بتتطبق بعد شخصيته. السي في بتاعه طبعا مهم جدا، طبعا السي في ده رقم واحد. شخصيته بس السي في رقم الاول، بس واحده واحده. السي في رقم واحد طبعا. طب البطوله السنه دي في مدربين ما لهمش سي في وقدروا يعملوا منتخبات قويه؟ لا ماشي، وفي مدربين لهم سي في عالي جدا ومنتخباته فشلت. هيرفي النار مثلا اللي هو كان، وألان جريس اللي هو كان، لا يعني خليك هيرفي النار اللي هو كان المدرب اللي جاي على سنه الرماح يعني. هيرفي النار ده كان جاي مثلا وبيستقبلوه في المطار ما بيستقبلوش منتخب المغرب، بيستقبلوا هيرفي النار. بالظبط. اكتر مدير فني اسمه تردد في وسائل الاعلام كلها المصريه كان هيرفي النار، ورغم ذلك فشل. لكن هل هيرفي النار ده مش هو ده هيرفي النار اللي كان من ست اشهر مع منتخب او من مع المغرب في روسيا؟ مع المغرب في روسيا، وعمل انتصارات وكان بترشح وعروض جايه له، ودلوقتي بيتقال لك مش عارف يدرب منتخب السعوديه، ودلوقتي بيقول لك هيدرب منتخب مصر وكل منتخبات افريقيا عايزاه. يعني هيرفي النار رغم فشله ده تقريبا كل منتخبات العالم عايزاه تقريبا يعني، الا منتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي تقريبا بس. الصيت ولا الغنى؟ الصيت ولا الغنى بالظبط. لكن انا المعايير ايه يعني؟ هل نجرب وجه جديد؟ وده انا احبسه. وانا معاك في ده. انا بحب وجه انا معاك في ده. انا بحب وجه جديد، لان الوجه الجديد في الكره الافريقيه السنه دي اثبت انه ممكن يكون تجربه ناجحه. طبعا 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 يعني. وخلي بالك، انا وهنرجع نقول ان عنده فرصه عمره، انه هيخوض تصفيات نزهه كرويه بالنسبه له، فبالتالي هيكون فرص نجاحه كبيره جدا، لانه هيشتغل بهدوء. عنده سنتين لكاس الامم، وعنده اربع سنين او ثلاث سنين لكاس العالم. ده بخت المدير الفني اللي جاي ده، اللي هيضمن مرتب 24 شهر اهو. والله. لا مش بيجوز انه يستمر 24 شهر يعني، بجد يعني. هيكون محظوظ جدا المدير. انا عشان كده بقول لك ان قرعه التصفيات دي بجد حاجه خدمته بشكل، بقول لك ده هديه السماء لاي مدير فني جاي. انا معاك يعني. انه يكون مدرب وطني ويكون وجه جديد، ويا سلام بقى لو كان اشتغل في منتخبات ناشئين وشباب وعمل اجيال للفترة الحالية. يا سلام لو نقول اسمه. انا مش عايز والله انا مش عايز ازكي. لا والله العظيم انا عارف بس عارف. عشان بس ما يبقاش ان احنا بنزكي اسامي على حساب اسامي، بس هي الرسالة والله يا استاذ علاء اللي توصل للمسؤولين اللي هيختاروا للفترة القادمة. في مدربين واخدين اسامي كبيرة وشهرة كبيرة جدا ودربوا وكان لهم سواء تجارب ناجحة او تجارب غير ناجحة، لكن احنا عايزين الفترة الجاية او بالنسبة لمصر الفترة الجاية محتاجة ان هي تكون جيل قوي، وتكون جيل قوي من مدرب استطاع في فتره زمنيه قبل كده ان هو عرف يجمع لعيبه ويعمل منتخب قوي ويفوز ببطوله افريقيه كمان. وعشان تجمع ده وتعمل ده محتاج مدرب عنده جلد وعنده صبر انه يشتغل على الفتره الجايه، وفي نفس الوقت وطني وبيحب مصر
وعارف يعني ايه يشغل اللعيبه النشيد الوطني في اوض اللبس بالزبط. وفي الاوتيل بالزبط. ويجمعهم ساعه اذان الفجر عشان يقروا قران. مظبوط. منتخب مصر محتاج يرجع للحاله اللي كان عليها من 2006 2010. طبعا طبعا طبعا. ده متوفر دلوقتي في اتنين مش من الاسماء الكبيره. لا 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 مش عشان بس الناس تبقى عارفه وما اشتغلش دوري ممتاز خالص. مش هقول اسامي يا استاذ علاء وحاجات انت عارف اكيد احنا بنقصد مين بس بجد في واحد واتنين ما لهمش اهتمام اعلامي لكن المرحله دي عايزاهم لو بصوا بس انا 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 مبسوط انا مبسوط ان كل الاسماء المطروحه محروقه. هي محروقه يعني انا شايف ان كل الاسماء الموجوده محروقه بجد ولن تحظى وانا بقول لها من دلوقتي يعني انا بقول للاسماء دي لو عرض عليكم هذا المنصب اعتذروا بجد. انا بنصح اي مدير فني ليه تجربه سابقه مع منتخب مصر تجربه فاشله لو اتعرض عليه منصب ارجو انه يعتذر. في منهم فشل مع الشباب ومع الاولمبي. انا بص يا محمد هقول لك على حاجه. اولا اي مدير فني هيجي فاشل لن يحظى باهم اهم حاجتين الدعم الجماهيري وقبليه الدعم الاعلامي بالظبط وهيحارب. عشان كده شفنا التصريحات اللي خرجت بعد كاس بعد الفشل الافريقي ده التصريحات ازاي الشعب او الجماهير خدتها ماده لجلد من قالوها يعني 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 اللي بيجي يبرر ليه فشل تحول كلامه ده لكرباجي اتجلد بيه يعني بجد يعني تصريحاته دي تحول لكرباجي. فانا بقول انا بنصح اي واحد حتى ده على مستوى انتخابات اتحاد الكوره برضه حتى برضه اتحاد الكوره انا بقول للناس اللي خدوا اكتر من فرصه وفشلوا المره دي مش هننسى المره دي في 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 عايز اقول ايه يعني في خلاص بقى الناس خلاص اصل عارف يا محمد عايز انا عايز اقول بس ان الناس خلاص دلوقتي جمعت السي في خلاص يعني انت دلوقتي مش تيجي تفكرني بحاجه وتنسالي 100 حاجه خلاص الناس عارفه في ناس كتير جدا في اتحاد الكوره عرفوا ان هم لو جم مره ثانيه او فكروا في الترشح هيكون ترشحهم ده ماده للسخريه اعلاميا وجماهيريا وهيتعذبوا ليل ونهار لو ترشحوا لحد ما تدخل الانتخابات ويسقطوا ونفس الامر هيكون لبعض المدربين. فانا انا بنصح المدربين اللي خرجوا تجربه فتره قريبه يبتعدوا بجد لازم يبتعدوا يبطلوا ان هم يزكي اساميهم واللوب الاعلامي او أيوة. اللوب الاعلامي اللي هم موجودين والله ما ينفعهم ولو جم ومش هيجوا بس لو جم هم لا يلوموا الا نفسهم لان الجمهور مش هيرحمهم ولا الاعلام هيرحمهم. لان كمان في نقطه مهمه واحنا بنتكلم على المدرب واللاعب النهارده جمال بالماضي هو مدرب وطني وعلى فكره مش محتاج تجيب مدرب سنتين ثلاثه عشان يقدر يشتغل. جمال الماضي بقاله 10 شهور طبعا ما انا عارف وعارف يكون ومش كون جيل هو الجيل ده معظمه كان موجود في فتره سابقه بس قدر يحط عناصر معينه وبرده اشيد في الاول والاخر بمحمد روراوه. طبعا محمد روراوه كان ليه فتره زمنيه في توقيت معين اختار لعيبه كانت ممكن تلعب لمنتخب فرنسا ومنتخب المغرب طبعا عمل حرب غريبه جدا عشان اللعيبه دي تكون موجوده من ضمن لعيبه النهارده بتلعب في المنتخب الاول مش ممكن يعني الراجل ده بالفعل يعني اسماء يوسف عطال ورامي بن سبعيني لا لا ده اسماعيل بن ناصر جاب اسماء دول كانوا من 3 سنين محل صراع بين فرنسا وبين الجزائر يعني كل الاسماء اللي جايه دي باستثناء الاسماء المعروفه سفيان فوجالي فجولي و حسين ابراهيم ورياض محرز دول دول احنا عارفينهم لكن تعالى المنتخب تحت الاسماء اللي احنا بالنسبه للشارع او بالنسبه للاعلام وبالنسبه للجماهير اسماء جديده عليهم دي كلها كانت محل صراع مرير بين الجزائر وبين فرنسا في عمليه التجنيس الباك رايت والباك ليفت يوسف عطال ورامي بن سبعين طبعا بيلعبوا في اكاديميات وراحوا بعد كده في فرنسا وكانوا اعتاب اللعب في المنتخب الفرنسي خلاص ادم والناس ادم والناس انا كنت لسه هقول لك ادم والناس موجود في نابولي على اعتاب اشبيليه خلاص فرنسا كانت عايزاه وقدر روراوه يحارب على الجزئيه دي وده الدور الاداري بقى لرئيس الاتحاد احنا خسرنا قبل كده مين شعراوي لو فاكر ستيفان شعراوي كان لو كان في تحرك ايجابي للولد ومخاطبه الولد لكن روراوه كان بيلف بيقعد مع الناس بالظبط طيب الشخصيه بقى اللي هتدير الاتحاد وتختار المدير الفني مين وازاي تحصل لان انت عندك مدير تنفيذي اللائحه هتقول لك يسار الاعمال لكن ملوش دعوه بالامور الفنيه لازم يجي واحد ليس له اطماع ليس له اطماع وعنده فكر بس قبل الفكر الاطماع لان والله العظيم يعني بص يا محمد العمل الطوعي ليه نتيجتين لا سلسل منهما يا اما الفشل انك بتشتغل بدون مقابل يعني العمل الطوال هو العمل بدون مقابل يا اما فشل يا اما فساد واحنا سبحان الله جمعنا بين الاثنين الفشل والفساد مع بعض فانا بقول لك لازم يكون اللي جاي ده بجد يكون انسان او 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 شخصيه عندها فكر مختلف وعندها مش طمع في المنصب بجد مش طمع في المنصب ولازم تكون جايه وعارفه ويكون عارفه
وجايه باجنده ان هي والمجموعه اللي معاهم دول في حساب عسير، مش حساب عسير، مش هيتم السماح ليهم بان هم يستغلوا اتحاد الكوره لمصالحهم الشخصيه. يجي رئيس اتحاد الكوره، بس قبل ما يجي رئيس اتحاد الكوره يكون عارف ان هو مش هيدير الدوري، الدوري هيكون لجنه المسابقات، مش هيكون رئيس لجنه حكام، لان هنستعين بحكام خبير اجنبي، خبير اجنبي نجيب مدرب اجنبي كويس، مش هنجيب واحد يدير لجنه شؤون اللاعبين، لان هنجيب ناس خبراء في شؤون اللاعبين هيديرون اللجنه دي. هم هيكونوا عباره عن الناس بتاخد قرار لكن مش هينفذوا القرار. احنا مشكلتنا ان هم كانوا بياخدوا قرار وينفذوا القرار زي ما هم عايزينه، بل بياخدوا قرار وينفذوا عكسه. بياخدوا قرار ويجيبوا جمعيه عموميه يضحكوا عليها وبعد كده يلحسوا كلامهم مع الجمعيه العموميه. انا شايف ان اي لجنه، اي اتحاد هيجي او اي لجنه هتيجي تدير الكره المصريه لازم تكون عارفه حدودها وواجباتها. حدودها هي الاشراف على المنتخبات الوطنيه فقط والتخطيط للمنتخبات الوطنيه، لكن يسيبوا اللجان، عمل اللجان مستحيل حد يسمح لهم انهم يشتغلوا عمل لجان، يسيبوا اداره الاتحاد البطولات، يسيبوا من شغل شركه الرعايه. طيب معني يبقى في مجلس اداره للاتحاد منتخب في فتره العشر شهور لغايه اولمبياد طوكيو، ولا لجنه تدير بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي؟ اكيد ده هيحصل. طبعا 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 لغايه لجنه تدير لغايه اولمبياد طوكيو وبعد كده يتعمل انتخابات. انا طبعا عادي، انا عادي سنه، ندي سنه للاتحاد ولو احسن العمل فيها، بالعكس دي فرصه بالنسبه لنا، فرصه كويسه جدا جدا، هنشوف وجوه جديده، نشوف افكار جديده. يعني اعمل انتخابات ولا لجنه تدير؟ لا انا عايز لجنه تدير لمده سنه. اتمنى الفتره دي لن تسمح، الفتره دي لن تسمح للوجوه اللي احنا عايزينها والناس الخايفه القلقانه، الناس اللي قلقانه ان هي تخش انتخابات لان ما تعرفش المطبخ ماشي ازاي، الناس اللي قلقانه من الجمعيه العموميه، الناس اللي بتقدم رجل وترجع رجل عشان خاطر عارفه ان الانتخابات دي مطبخ كبير، وعارفه ان في جمعيه عموميه ولازم يلف على مصر قريه قريه ونجع نجع. لو عارف ان ده مش هو ده الاسلوب الاختيار لنجاحه وهيكون من خلال لجنه، اعتقد في ناس كتيره جدا، ناس كتيره جدا ومحترمه وناس صاحبه فكر كبير جدا هتيجي تخش الانتخابات دي، وتيجي اللجنه دي تكون فيها اسماء، واحنا عارفين الاسماء كويس جدا. يعني انا مش هقول لك مين الاسماء، لكن الاسماء معروفه وموجوده ومطروحه اسمها. لو جت اللجنه دي لمده سنه وتوفر لها مناخ كويس جدا، واكيد هتوفر لها مناخ كويس جدا، لان خلاص مفيش ضغوط مفيش ضغوط وبتاع. احنا خلاص نهينا موسم الدوري، الموسم الاستثنائي انتهى والفشل المسابقات المحليه انتهت، لكن انا بقول لحضرتك ان اللجنه دي تدير لمده السنه دي، اعتقد انها هتستفيد جدا جدا. احنا ككره مصريه هتستفيد دماء جديده، الجمعيه العموميه هتعرف ان هي كانت على خطا فادح طوال السنين اللي فاتت دي، وان هي المسؤول الاول عن 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 ما قالت اليه الكره المصريه من فشل. احنا بنتكلم على فشل على مدار المنتخبات بقى لنا 10 سنين 9 سنين دلوقتي، من 2010 ما خدناش بطوله على المستوى المحلي. شفنا المنتخبات الشباب كلها كان باستثناء اخر بطوله الكابتن ربيع ياسين 2013 اخر بطوله افريقيه. يعني احنا عشنا 7 سنوات عجاف او اكثر من 7 سنوات عجاف للاسف. فاعتقد الجمعيه العموميه كمان، حتى الجمعيه العموميه نفسها لازم تتغير اللوائح، اختيار الجمعيه العموميه، ما ينفعش مراكز الشباب تكون موجوده، الامر يكون قاصر على الجمعيه، على انديه الدوري الممتاز وانديه الدوري الدرجه الثانيه. وهقول الدوري انديه الدرجه البي او الممتاز بي لازم يكون لهم حق لان هم بيصعدوا وبيخرجوا، فلازم يكون حق انهم يكونوا موجودين. وكمان لجنه المحترفين، لجنه الانديه المحترفه لازم تكون موجوده. لجنه اداره التحكيم في مصر، شؤون اللاعبين، الشؤون القانونيه، التسويق لازم يتغير، التعاقدات مع شركات الرعايه الاشكال دي تختلف. طيب الجزء الاخير من حلقتنا كمان محتاجين نتكلم في جزئيه بقالنا دلوقتي 3 شهور بنتكلم فيها، ولغايه اللحظه دي محدش عارف برضه الوضع ايه. في استثناء ولا مفيش استثناء في مساله القيد؟ خلاص الافريقي خلاص. احنا لو بعد ماتش الزمالك ايدنا لعيبه الاهلي عشان البطوله الافريقيه، هيلعبوا دور ال 32 ولا مش هيلعبوا دور ال 32؟ طيب في اجتماع لجنه المسابقات للاتحاد الافريقي يوم الاحد الجاي، تمام، يوم 21/7. عندها مشكلتين. مشكله استثناء الانديه، اسامي الانديه اللي ما اتبعتتش بعد 30/6، من ضمنها مصر وليبيا. وليبيا عندها مشكله طبعا، انا سالت فيها الكابتن عبد الحكيم الشباني بسبب التصنيف وتغيير التصنيف لليبيا والدوري ما كملش، وفي نفس الوقت وضع مصر في البطوله الافريقيه الفتره القادمه. شايف المساله دي ازاي؟ وهل عندك معلومه ان خلاص الموضوع انتهى واتحل، ولا لسه المساله دي هتظهر على السطح تاني بعد ماتش الزمالك؟ بص يعني المفترض لغايه اللحظه دي مفيش جواب. انا عارف انا المفترض ان الاتحاد الافريقي يفعل استثناء، لازم يفعل استثناء. اولا انت اجبرتني او مش اجبرتني، انا انقذتك ونظمت لك بطوله
وقفت عندي بوظت لي الاجنده المحليه بتاعتي، بوظتها لي، نسفت لي الاجنده بتاعتي، ارهقتني ماديا جدا، ارهقتني في كل حاجه، فلازم يكون في استثناء. والاستثناء ده كمان انا بتفق معاك في موضوع ليبيا بشكل كبير جدا. الاهلي انا زي ما قلت لك من 3 شهور لما انت كنت منفعل جدا في حلقه سابقه وقلت لي هتكون في مشكله، انا شايف ان من خلال مشكله فعلا، لا ما انا عارف، لا من طبعا مشكله وقائمه حتى الان، كنا بنهاتي فيها يا جماعه، لا لا وقائمه حتى الان، لا يعني على الورق المشكله قائمه، المشكله قائمة. لكن انا لما قريت او سمعت تصريحات كابتن ابو حفيظ عرفت ان النادي الاهلي شايف الصوره بابعاد بكل ابعادها. النادي الاهلي عامل احتمالات لكل حاجه، وده اللي انا قلت لك معايا، وكان معانا الاستاذ عبد المنعم فاهم، وكان عبد المنعم وسط اسف وكان متشائم بعد الحلقه، لا مش هطلع تاني، كان متشائم، كان متشائم ده استاذي، كان متشائم جدا، لكن انا كنت متفائل ان النادي، انا كنت متفائل ان عارف ان النادي الاهلي بيبقى عامل حسابه لأسوأ الظروف. ولما قريت كابتن تصريحات سراب حفيظ سواء في معسكر اسبانيا ديت اطمنيت جدا ان النادي الاهلي عامل احتمالات كل حاجه. الاتحاد الافريقي كمان المهله، اعتقد ان الاتحاد الافريقي ممكن ما يديكش يعني، هي 31/7 خلاص دي اخر حاجه، لا مفيش بعد كده، مفيش بعد كده، 5/8 وكلام، لا 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 خالص خالص، دي الاكذوبه الاخيره اللي كانت، قلنا ده لو حصل هيحصل لكل طبعا لكل طبعا الانديه، وقال لك لاول مره بيستثنوا الانديه المصريه حتى 37، ودي كان ده اخلال بتكافؤ الفرص، طبعا طبعا. لكن انا شايف ان الاتحاد الافريقي هيفتح هيتجاوب جدا مع الاتحاد المصري، وده مش هقول لك يعني مش رد جميل لمصر، لكن ده طبيعي، ده طبيعي ان يحصل مع دوله عملت لك كل حاجه وبتعمل كل حاجه. لا اعتقد هيبقى الفتره دي يعني اي حد هيأيد من 20 ل 31/7 هيلعب تمهيدي و32 لكل الانديه، لا هيتلعب لا لكل الانديه، ايوه طبعا هيتلعب. لا محمد لا انا ما بتكلمش ان هو هيلعب ومش هيلعب، لا الاتحاد 31 هيلعب دور التمهيدي، طبعا طبعا دور، لو في انديه دور 64 هتلعب دور 64، لا دي ما فيهاش مشكله خالص خالص، تمام اوكي. الجزئيه الاخيره بقى، الاهلي بيستعد للمرحله القادمه بعد العوده من اسبانيا، ومباراتين في الفتره القادمه، مباراه المقاولين ومباراه الزمالك، وعنده مباراه وديه غدا ان شاء الله مع البلاستيك بعد العوده من اسبانيا. تقييمك للمرحله الحاليه والصفقات اللي تمت، تمديد اعاره رمضان صبحي لمده سنه، التعاقد مع المدافع وسط الملعب اليو ديانج، وبالمناسبه يمكن النهارده في المؤتمر الصحفي الصحفيين الجزائريين الكل يا استاذ علاء والله اعظم بامانه بيشيد اشاده كبيره جدا باليو ديانج، وقال لك النادي الاهلي استطاع انه يخطف بالفعل لاعب قوي في خط وسط المدافع. انا تعليقك على هذه المشاهد وعلى هذه الموضوع. شوف انا بقول لحضرتك يعني يمكن تابعت قناه الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها اثناء المعسكر، وكنت حريص ان انا حتى النهارده كان في حديث كبير جدا مطول لمستر لصارت عامر الاستاذ احمد السعيد في مجله النادي الاهلي، حديث مطول جدا وفي اجابه على كل الاسئله. يمكن انا يمكن بطالب الجماهير النادي الاهلي ان هي تقرا الحوار ده كويس، لان الحوار ده فيه هيبقى فيه اجابه على كل علامات الاستفهام او اللي بتشغل الراي العام، في اجابه على كل سؤال بيطرحوه حتى بشان اللعيبه، اسمه ولاعب لاعب. ف الفترة طبعا النادي الاهلي كان رايح مش عارف هو بيعمل معسكر اعداد لموسم جديد ولا مش موسم جديد. الراجل نفسه قال لك انا مستغرب، انا فترات كتيره جدا كنت في المعسكر مش عارف انا انا انا, أنا بستعد للموسم ولا بنهي موسم، لكن ده امر واقع خلاص. لكن النادي الاهلي استعد للماتشين الجايين، وكان اللي عجبني اكتر كمان المعاهده بتاعت لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عارفه خلاص ان ده خلاص هي الامر بالنسبه لهم، ممكن تكون مباراه واحده بس ويتوج بطل الدوري، ممكن ما يكونش محتاج يوصل لمباراه الاهلي مباراه القمه لو الزمالك تعثر يعني، لكن الامور حتى لو وصلت مباراه القمه فاعتقد ان النادي الاهلي يكون في الموعد الموجود. الصفقات طبعا في هدوء جديد جدا، النادي الاهلي بيتعامل بهدوء جدا مع الصفقات والمعارين، وكنت سعيد جدا جدا بكم الناشئين اللي سافروا مع البعثه الفريق الاول، 4 أو 5 لاعبين واثنين حراس مرمى جداد، ف ده شيء ايجابي كويس جدا للنادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي والله مش بالكم ومش لازم يكون اجنبي، والله مش عارف انا ليه الناس كلها بتعامل ان النادي الاهلي هيبقى عامل صفقه سوبر لو جاب واحد افريقي، لا او سين جاب يبقى انا اجيب، او ده جابه ده اجيب، احتياجاتي يعني. الناس دلوقتي يعني في ناس بتنتقد النادي الاهلي ان هو مش عامل صفقات، هي نفس الناس كانت بتشيل بنادي الاهلي في الميركاتو الشتوي، النادي الاهلي كان مسيطر او هو الاوحد اللي كان موجود على الساحه المصريه او في الكره المصريه تقريبا، الميركاتو الشتوي كان النادي الاهلي بس تقريبا يعني حقيقي. يعني كان هو الوحيد اللي بيعمل كل حاجه والباقي كان بيتفرج عليه، مش كل فتره انتقالات هتجيب مش مطلوب كده. بعد كده انا بطالب جميل النادي الاهلي
بجد الصفقات مش بالكم، الصفقات بنوعيه اللعب، وحتى نوعيه اللعب نفسه مش كل لاعب حتى افريقيا يصلح للنادي الاهلي. احنا شفنا النادي الاهلي او مش لاعب حتى او مش اي لاعب عربي كمان يصلح للنادي الاهلي. احنا شفنا النادي الاهلي اكتوى بصفقات ملاعب افريقيا ما كانتش على مستوى النادي الاهلي، سواء حتى فنيا او سلوكيا. حتى شفنا بعض اللعيبه، حتى النادي الاهلي كان تعاقد مع بعض اللعيبه بشكل دون دراستهم بشكل كبير، وكان المشكله ان احنا كنا بنشوف بعض اللعيبه من النادي الاهلي بتمشي من النادي زي كولوبالي، بلعيبه تانية ما عندهاش صبر وبمجرد ما يجي لها اول عرض تمشي على طول زي ايفونا. لا، كان احنا كنا عايزين نوعيه معينه من اللاعبين، وعشان كده انا بقول النادي الاهلي مختلف عن الانديه التانية في نوعيه اللاعبين. النادي الاهلي في فتره عانى كتير جدا من نوعيه اللاعبين محليا، سواء الصفقات دي كانت صفقات محليه او صفقات افريقيه، النادي الاهلي عانى كتير جدا من النوعيه. طبعا. اعتقد النادي الاهلي دلوقتي مطالب ان هو بحث عن النوعيه مش والنوعيه مش بالكم. والاهم من النوعيه والصفقات، الاهلي بس يعرف القايمه السنه الجايه فيها كام لاعب. ما انت دلوقتي معاك حوالي 35 لاعب غير الخمسه اللي تحت السن. احنا اعتقد نعمل 50. 97 هتتلغي، فيبقى عندك الخمسه تحت السن بتوع 97 لازم يتأيدوا فريق اول، وعندك اجانب، وعندك لاعب شمال افريقيا هيتأيد ولا مش هيتأيد. ما هو الاخر او في الاول والاخر الاتحاد الكوره يحدد بس القايمه قد ايه، والاهلي يعرف يحدد. ما هو لو هيفضل يشتري لعيبه يشتري لعيبه وفي الاخر يلاقي لك القايمه 25، طب هتصرف ازاي؟ يا غيري بيعملها من غير ما يعرف. لا، انا ماليش علاقه بغيري. لا. لكن الاهلي ما هو برده لغايه دلوقتي ما يعرفش القايمه هتبقى كام لعيب السنه الجايه. اصل غيرك ده بيستغنى زي ما هو عايز. بالظبط. ما هو الجمهور برده عشان برده يبقى عارف القصه ماشيه ازاي، القايمه ما حدش يعرفها السنه الجايه ماشيه ازاي. 25 ولا 30 ولا 5 تحت السن، 97 اتلغت. طب وضع الخمسه اللي تحت السن وضعهم ايه الفتره الجايه؟ طب الاجانب هيتقلص ولا هيزيد؟ لاعب شمال افريقيا اللي هيبقى عربي اه ولا لا؟ هتشتغل ازاي وتجيب صفقات ازاي من غير ما تبقى الحاجات دي واضحه يا استاذ علاء؟ المضحك ان جمهور الاهلي اللي هو بيكون زعلان شويه ان اي نادي بيتعاقد مع لاعب معين ويقول لك ده كان ينفع النادي الاهلي، هي نفس الجماهير اللي بتطالب ليل ونهار بمنح فرصه كامله لصلاح محسن واحمد الشيخ وناصر ماهر وعمار حمدي. يعني مش حبها بس للاهلي بتبقى دايما حريصه يعني ان افضل لعيبه تبقى في النادي الاهلي. يعني والله العظيم بجد، يعني تبقى عايزه يعني نادي فلان هيجيب لعيب يقول لك ده احنا كنا عايزينه، اقول له انت عارف ده بيلعب في مركز مين؟ يقول لا. اقول له اخر سنتين كان اداؤه ايه؟ او هو فين؟ او انت شفته فين مثلا؟ او انت شفته فين؟ لا الجماهير عاطفيه جدا جدا في موضوع الصفقات بجد. انا بطلب من الجمهور الاهلي ما يكونش عاطفي في موضوع الصفقات، ومش اي اسم يطرح. يعني ما تنزعجوش قوي لما تسمعوا ان يعني زي قصه بليلي وبغداد بنجاح، ان الجماهير طبعا لعيبه كويسه ولعيبه كل حاجه، لكن مش شرط ان النادي الاهلي يكون محتاجها. يعني لازم مش شرط يلا ان هو عايزها، ومش شرط هو كمان عايز يلعب في النادي الاهلي. يعني كل الانديه طبعا نفسها تلعب في النادي الاهلي، لكن كل لاعب له طموح، ومش كل لاعب متاح ان انا اجيبه، ومش كل لاعب ولو متاح ان انا اجيبه مش لازم اعلن في وسائل الاعلام. بالظبط بالظبط بالظبط. استعجال للاسف، الجماهير مستعجله. الجمهور بتحب النادي طبعا، اكيد طبعا طبعا طبعا، بس لازم بس نوضح لها الخطوط، يعني الخطوط العريضه للاجواء اللي بتحيط بكره القدم في مصر، سواء اتحاد كوره سواء قائمه اعارات لعيبه اجانب. الامور دي مهمه عشان بس الجمهور يبقى عارف واحده واحده كده. احنا بس افتحوا لنا القيد بس 50 لاعب واحنا نجيب صفقات كتير. 50 لاعب. طيب اخر سؤال، ماتش الجزائر والسنغال توقعاتك ليه؟ لا انا شوف، بص والله يا بعيد عن الامنيات. لا بعيد عن الامنيات، انا شايف ان 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 فنيا السنغال طبعا فنيا رغم ان الجزائر هي افضل عروض، لكن السنغال اول في الدور الاول. طبعا وفاكر ماتش كويس جدا. فنيا السنغال اتقل، لكن الجزائر عندها ما يعوض الجزء الفني اللي هو الجزء الروحي. ودايما كره القدم الروح دي ده السلاح الخفي، ده السلاح الخفي والله العظيم. بص محمد، لعبت النادي الاهلي لعبته بتوصل لحد الدقيقه 80 تحس ان في الملعب مش قادر تتحرك، لكن لما مجرد الراجل ما بيرفع الوقت بدل الضايع ولعبت النادي الاهلي تشوف اللوحه وتعرف ان في 5 دقايق هنا بيجي باور خفي، قوه خفيه والله. الروح دي قوه خفيه، حتى اللاعب نفسه ما بيكونش عارف ان هو يمتلك هذه الروح، لكن مجرد مثلا ما بترفع مثلا ان في 5 دقايق وقت بدل ضايع، اللاعب الروح دي بتدي له قوه بدنيه غير عاديه. فانا شايف ان بصراحه انا شايف ان 50 50 طبعا. ممكن نصل لركلات الجزاء الترجيحيه؟ جدا ده بالعكس، انا برشحها بشكل كبير جدا، برجحها بشكل كبير جدا. استاذ علاء عزت، نورتني وشرفتني، اشكرك على هذه الاراء الفنيه في موضوعات شائكه، والنهارده في قضايا كتير وتصريحات كتير عملت بلبله. صعب، لكن صعب. الحمد لله، يعني الحمد لله انا سعيد جدا. الحمد لله كنت معاك، ربنا لينا وكل المشاهدين سعيد كنت معاك ان شاء الله، ونتقابل في انا اسعد دايما التقيك على خير دايما ان شاء الله، بس يكون يوم هادي شويه كده. هو اليوم النهارده ما كانش هادي. شكرا جدا استاذ علاء، شكرا جزيلا.
كانت فقرة مهمة جدا بنسمع فيها رأي ناقد رياضي كبير وكاتب صحفي كبير الأستاذ علاء عزت الكاتب الصحفي في أهرام العربي. لكن بالتأكيد بعد الفاصل في تقرير مهم جدا لجماهير الكرة المصرية تتوقع من الفائز في لقب أمم إفريقيا غدا، السنغال أم الجزائر؟ بعد هذا التقرير وبعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن هشام زكريا مدرب نادي الجونة السابق. الحقيقة فرصة مناسبة جدا ان احنا يعني نظمنا دخول الجماهير في البطولة الأفريقية، وعليه بقى السيستم نفس السيستم اللي احنا اشتغلنا عليه نشغله بقى، وعودة الجماهير ترجع الجماهير تاني بهذا النظام وبهذا النظام التذاكر الدخول والنظام اللي أبهر العالم كله الحقيقة، يعني نظام كان نظام على أعلى مستوى من النظام والتنسيق وعدم تضييع الوقت كمان، وكل واحد بيدخل بالتذكره بتاعته واسمه عليه والاي دي وكل التدابير الاحترازيه المطلوبه. فيا ريت بقى فرصه ان احنا نرجع الجماهير بقى عقب انتهاء البطوله الافريقيه اللي هتنتهي بعد غد ان شاء الله بنفس الطريقه اللي استخدمنا بها الفان اي دي في البطولات. يعني احنا لو عملنا فان اي دي لكل لاعب لكل مشجع هيقدر يدخل الملعب ويبقى معروف المشجع ده داخل باسم مين ورقم مين، ما يبقاش فيه بقى الشغب والحاجات اللي بتحصل دي. هو الطبيعي ان طالما جربت التجربه مره ونجحت ونجحت وما فيهاش مشاكل من اي نوع ان انت تعيدها تاني على المستوى المحلي، على اساس ان انت جميع الانديه دلوقتي في الدوري محتاجه الجماهير، لان الدوري في المرحله الحاسمه بتاعته. فموضوع ان انت تشجع اللعيب وهو في الملعب بيديله الروح نفسها اللي هي تقدر تجيب بيها البطوله. فانا طبعا انا كرأي شخصي ان لازم التجربه تتكرر تاني على الدوري المحلي، بحيث ان انت تبتدي الموسم الجديد كمان بنفس التجربه، تكون في تجربه ماتشات كاس مع ماتشات نهايه الدوري، تبتدي بقى الموسم الجديد بتجربه خلاص مستقره على الوضع الحالي. التجربه نجحت بسبب ان كان في تنظيم، الناس عارفه المكان بتاعها يخش يقعدوا فين، الدنيا متنظمه، التذاكر مش طبعا فن جديد يعني هي حاجه كويسه، الدنيا متنظمه، الناس عارفه داخله هتقعد فين، مفيش حته ان التذاكر مثلا تتباع في سوق سودا حد ياخدها يحتكرها ويبيعها بسعر عالي. كانت الدنيا احسن كتير، واتمنى ان النظام ده يفضل مكمل، ده هيريحنا كتير وهيساعد عوده الجمهور بشكل افضل واحسن بكتير. لازم نعيد التجربه ولازم نستفاد من الملاعب اللي موجوده، يعني الملاعب الموجوده دلوقتي بقت حاجه تشرف وحاجه مبهره بصراحه، يعني ما لازم نستفاد من التجربه. النظام بتاع التذكره ده، انت كلمه تذكره دي حاجه مبهره. انت اول حاجه هتقضي على الشغب، وهتقضي على السوق السوداء، وهتقضي على كل واحد ليه رغبه انه يروح المباراه ياخد مراته وعياله واسرته يتمتع بلعبه كره القدم اللي النادي الاهلي اصلا هو اللي فارزها على جمهوريه مصر العربيه. هو تطبيق نفس النظام اللي كان طبق في البطوله الافريقيه، لو طبق زي ما هو الجماهير ممكن ترجع بدون اي مشاكل.